طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها بأبرز العناوين. من موقع الحرف 28، جريفيث يزور 3 دول لإحياء السلام المتعثر في اليمن. صحيفة أمريكية: هجمات الطائرات المسيرة على السعودية أقلعت من العراق وليس من اليمن. ومن الأخبار المنوعة: القبض على سيدة طالبت زوجها بمساعدتها في الأعمال المنزلية. في الشأن السياسي ومحاولات الوصول إلى حل لما يحدث في اليمن، يعنون موقع الحرف 28، جريفيث يزور 3 دول لإحياء السلام المتعثر في اليمن. وقال الموقع أن بعثة الأمم المتحدة أعلنت أن مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث يزور الأسبوع المقبل روسيا ودول خليجية من أجل الدفع بعملية السلام إلى الأمام. وذكر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على موقع التدوين المصغر تويتر أن الزيارة التي سيقوم بها جريفيث بكل من روسيا والإمارات وسلطنة عمان تهدف إلى المضي قدما بعملية السلام في اليمن. وأضاف أن المبعوث الأممي مصمم على التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع، ويشجعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه. ويتابع الموقع: جريفيث استأنف مهامه بلقاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر في العاصمة السعودية الرياض بعد نحو 2 شهر من القطيعة إثر اتهام الحكومة اليمنية له بالتماهي مع ميليشيا الحوثي. ما زالت أم أحمد تشعر بالأيام الصعبة التي مرت بها وتحس بمعاناة الناس الذين لا يجدون مصدر رزق، ولذا تقوم حاليا بتعليم جيرانها من النساء صناعة العطورات والبخور ليتمكن من عمل مشاريعهن الخاصة ودعم أسرهن، ويعنون موقع قناة بلقيس في تقرير خاص: نساء يصنعن الأمل، المشغولات المنزلية طوق نجاة الأسر الفقيرة. في سنوات الحرب استطاعت المرأة اليمنية أن تؤكد حضورها وتحافظ على تماسك أسرتها وتكون محاربة شرسة في وجه الظروف القاسية، وتبذل جهودها ووقتها وتدلف مجالات حياة لم تكن تعرفها لتوصل أسرتها إلى بر الأمان. واستطاعت مؤخرا أم ريتاج خريجة الجامعة التي لم تتمكن من إيجاد وظيفة أن تحصل على فرصة عمل بتطريز الأقمشة بالورد وتنجز أكثر من قماش باليوم الواحد لتجمع مبلغا ماليا لا بأس به. تقول أم ريتاج إن امرأة تمر عليها وعلى بعض النساء الحي بداية كل أسبوع وتوزع لهن مجموعة من الأقمشة ليطرزنها، ثم تعود لأخذها نهاية الأسبوع بعد أن تم الاتفاق معها على مبلغ 10 ريالات مقابل تشكيل وخياطة الوردة الواحدة. الطبيب المصري حازم الرفاعي الذي عمل في اليمن لسنوات طويلة كتب مقالا في صحيفة الأهلي المصرية عن البلاد التي تشهد حربا متعددة الأطراف، وقال في جزء من المقال: لا أحد يتذكر اليوم أن اليمن قد لعب دوره في مسيرة البشرية في أزمان بعيدة، فالعالم لا يتذكر بلقيس ولا سليمان ولا الهدهد الذي أرسله مستطلعا ثروات اليمن وصهاريجها، ولا أحد يعترف أن محاولات بناء ناطحات للسحاب لم تكن في نيويورك بل كانت في شبان بحضرموت. فاليمن من صنعاء لحضرموت لسقطرى ومن عدن والمكلا لشبوة وصعدة لعب دوره في تاريخ الحضارة الإنسانية منذ زمن بعيد، ثم استتر بعيدا عن شرور العالم محتميا بالبحر الأحمر وسلاسل جباله، فلم يتمكن العثمانيون من اجتياحه كما فعلوا عبر الشرق كله. ففي اليمن تتحول المدرجات الخضراء الخصبة والعالية التي تقارب السماء في شمال اليمن إلى سلاسل صخرية جافة لا يمكن اقتحامها كدروب جبال ردفان وشمسان، فيبقى اليمنيون وحدهم بلا شك الأدرى بشعاب هضابهم القاسية مدببة الأطراف حول عدن تسبح في بحار من الضوء والرطوبة. والصراع في اليمن يطيح بما أنجزه اليمنيون عبر القرن الأخير، فاليمن بجنوبه وشماله خاض معارك الحداثة، فخلعت النساء الشيدر
وصارت الثقافة الجديدة هاديا لدرجة أن الإجهاض كان مقننا في جنوب اليمن، وامتدت شبكات الطرق والكهرباء وحملات محو الأمية تحت نجم أحمر يتوسط رايات اليمن الزرقاء بشجاعة إبراهيم الحمدي شمالا وأفكار عبد الله باذيب جنوبا. ولكن مأساة اليمن عميقة اليوم، فالصراع الدامي لم يترك موقعا في اليمن إلا ووصل إليه، أياً كان هذا الموقع، مدرسة أو مشفى أو طريقاً أو مصفاً للنفط أو صهاريج للمياه، فكل طريق مهما صغر في اليمن كان قفزة حضارية، وكذلك كانت كل مدرسة وكل مستشفى. فاليمن اليوم يقترب من المجاعة في بلد هو أفقر بلاد عالم العرب. يحاول الأهالي في تعز كسر الحصار المفروض عليهم من قبل ميليشيات الحوثي، وقد أوجدوا طرقاً بديلة لكنها تواجه المشاكل المتكررة. ويعنون موقع المشاهد نت: تعز، السيول تجرف المسافرين في الطرقات البديلة. ويورد الموقع واحدة من الحوادث التي شهدتها الطريق. خرج علي نعمان الحكيمي من منزله بمحافظة إب برفقة والدته وثلاثة من أفراد أسرته، متجها إلى قرية نجد الرياع بعزلة لحكوم جنوبية محافظة تعز لزيارة والده المريض، لكنه لم يصل إذ اعترض السيل سيارتهم في سائلة وادي المصلى جارفا معه والدته قبل أن يجرفه لدى محاولته لإنقاذها. توفي علي ووالدته، وبعد 3 ساعات من البحث عثر على جثتهما في الساعة 7 مساء من يوم 10 يونيو الجاري. ويعد وادي المصلى آخر محطة للوصول إلى قرية علي بالسيارة، بعدها يصعد سكان القرية إلى الجبل حيث تقع القرية سيرا على الأقدام لمدة 2 ساعة. تعتبر طريق هجة العبد المنفذ الوحيد والمنفذ الجنوبي الوحيد لمدينة تعز والذي يربطها بالعاصمة عدن، لكنها تعد من أصعب الطرقات نتيجة لوعورتها، فقد توفي 10 مواطنين غرقا وجرفت السيول عددا من الشاحنات والمركبات في منطقة هيجة العبد بمديرية المقاطرة نهاية شهر أغسطس من العام 2017. ولم تتوقف السيول عن جرف طرق اليمنيين في تعز، بل ذهبت لتدمير منازلهم في مارب. ويعلق موقع يمن مونيتور: حين يستحيل العيش في مخيم الجفينة بمارب. يقول الموقع: تسببت السيول التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي بمضاعفة معاناة نازحي مخيم الجفينة. في هذا السياق يقول أحمد الإبي: إن السيول دمرت مخيم ومساكن مبنية من الطين وأتلفت الغذاء والأثاث والملابس. ويضيف: كنا نطالب بتوفير الخدمات الأساسية في المخيم، لكن البعض اليوم يعيش في العراء بعدما دمرت السيول مساكنهم في ظل تجاهل كامل من السلطات المحلية في المحافظة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي. ويضيف الموقع: تزداد أعداد الأسر النازحة بشكل شبه يومي في مخيم الجفينة من جراء استمرار المواجهات المسلحة وملاحقة الحوثيين للمعارضين. هل انتهت الحروب التقليدية؟ تحت هذا العنوان كتب غازي دحمان مقاله في صحيفة العرب الجديد. يطرح تراجع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب عن قرار الحرب على إيران السؤال عما إذا كان زمن الحروب بين الدول بشكلها التقليدي انتهى، وأن العالم شهد أخيراً وسيشهد في المستقبل ولادة أنماط جديدة من الصراعات ليس بينها الحرب كما عرفها العالم في التاريخ. ويلاحظ أنه في العقدين الأخيرين لم تقع حرب تقودها دولة ضد دولة أخرى، وعلى الرغم من أن روسيا تعتبر أكثر دولة شنت حروباً خارجية في العقدين الأخيرين في الشيشان وجورجيا وأوكرانيا وسوريا، إلا أن هذه الحروب خضت على أساس أنها ضد جماعات محددة كما في الشيشان وسوريا، أو خاضتها أطراف محلية قدمت لها روسيا مساعدات محددة كما في جورجيا وأوكرانيا. فينطبق الأمر على أمريكا التي تعلن أنها تدعم أطرافاً محلية خصوصاً في الصراعات العراقية والسورية، وأنها لا تحتفظ بأعداد كبيرة من الجنود في هذه المناطق، ويقتصر دور قواتها على التدريب والاستشارة الميدانية. لا
يعني ذلك أن خطر اندلاع صراع في الخليج لم يعد وارداً، ولكن علينا ألا نتوقع أن نشهد حرباً تقليدية، وإنما قد تقتصر على ضربات محددة تقوم بها فرق خاصة وبأدوات معينة. بمعنى لن تصل الحرب إلى مواجهة شاملة، ولن يتم زج الجيوش بها، حتى إيران نفسها ستخوض هذا الصراع بفرق خاصة من الحرس الثوري أو وكلائها في المنطقة، وليس بتجييش كامل لقواتها. ودليل ذلك أنها لم تستنفر كامل جيشها، ولم تدعو إلى نفير، على الرغم من أن خطر الحرب بات قريباً جداً منها. ربما تكون حرب العراق آخر الحروب المباشرة بين الدول، ربما بسبب التكاليف العالية للحروب، ولأن المجتمعات بدأت ترفض حروباً لا تستفيد منها سوى قطاعات ونخب معينة. كما أن تداعيات الحروب باتت أوسع من أن يتم حصرها ضمن نطاقات محددة، لذا تبحث الأطراف عن بدائل صراعية أقل تكلفة. ولكن متى تنتهي الحروب على الشعوب؟ قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن هجمات الطائرات من دون طيار على مضخات لشركات أرامكو النفطية السعودية في مايو الماضي أقلعت من العراق وليس من اليمن، مما أثار تساؤلات مسؤولين عراقيين طالبوا من واشنطن مزيدا من المعلومات التي تدعم هذا الادعاء. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المسؤولين الأمريكيين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية أن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف محطتي ضخ بترولية تتبعان لأرامكو في الدوادمي وعفيف بالرياض في منتصف مايو الماضي بدأ من جنوب العراق. واتهم المسؤولون الأمريكيون الميليشيات الموالية لإيران جنوب العراق بالوقوف خلف الهجوم على المنشأة النفطية السعودية. وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهداف منشآت نفطية سعودية بسبع طائرات مسيرة، مؤكدين إلحاق أضرار بالغة بالأنابيب الناقلة للنفط بين الشرق والغرب. وجاء هجوم الحوثيين في ذلك الحين بعد يومين من تعرض أربع سفن وناقلات نفط سعودية وإماراتية لهجمات قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة. وتصاعدت الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، يعتقد أن مصدرها من طهران، على الأراضي السعودية بالتزامن مع تعرض ناقلات نفط لهجمات في بحر عمان قرب مضيق هرمز. تصفية القضية الفلسطينية تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا: إنك قد تظلم أحدا أضعف منك وأقل نصيرا فتستقوي عليه وتجرده من ممتلكاته وحقوقه، بل إن أنصارك الأقوياء قد يجبرونه على القدوم إلى تجمع والتوقيع على تعهد بعدم التعرض لك والتنازل عما أخذته منه عنوة، لكن قضيته لا تكون قد صفيت حقا في واقع الأمر. سوف تظل خائفا كل الوقت من انتقامه، وسيظل أبناؤك وأحفادك خائفين من أبنائه وأحفاده، لأن القلوب لم تصفي، ولأن صاحب الحق لن يكف عن استكشاف الطرق لاستعادة حقه وكرامته، وسوف يعلم أبناءه مع الأبجدية أن لهم حقا لا بد أن يستعاد، إلى أن تتغير الموازين، وما أكثر ما تتغير في التاريخ ويعود الحق إلى أصحابه. بطبيعة الحال ليست القضية الفلسطينية مشاجرة بين شخصين على أملاك وحقوق عادية، إنها قضية طرفها المضطهد شعب كامل وعنيد وغير مستكين في مقابل قوى عظمى وحشية تتحكم في القرار العالمي. والحقوق فيها ليست مسألة بيت أو حديقة، وإنما مسألة كرامة وحرية وضرورات إنسانية. والأملاك فيها ليست أقل من وطن تاريخي عريق من أجمل الأوطان. ولا يكفي لتصفية قضية بحجم وعدالة وجلالة القضية الفلسطينية أن يوقع أحد على التنازل عن شيء، فالمسألة لا تتعلق بفرد أو فصيل، ربما يوقع شخص أو فريق، لكن الملايين سيأتون ليخبرونك بأن هكذا توقيعاً لا يستحق ثمن الحبر الذي كتب به، وبأن هكذا سكاً يصلح فقط لأن تنقعه في كأس ماء وتشربه. عادت موجة الحر الشديد التي تغمر معظم دول أوروبا الغربية بالأذهان إلى صيف عام 2003 الذي لقي فيه عشرات الألاف من البشر في القارة العجوز مصرعهم. وتتساءل شبكة البي بي سي، لماذا يموت كثير من الناس من موجات الحرارة المرتفعة؟
وليست أوروبا وحدها التي تضربها الموجات الحارة، ذلك أن أكثر من 100,000 شخص لقي حتفه في ولاية بهار شمالي الهند، حيث تخطت درجات الحرارة الأسبوع المنصرم حاجز 50 درجة سيليزيه. وتفيد البي بي سي باعتبارنا كائنات ذات معدلات حرارة ثابتة، فإن أجسامنا تحارب من أجل الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية حول 37 درجة مئوية. ويضيف الموقع، عندما ترتفع درجة حرارة المحيط فإن الجسم يحاول أن يفقد الحرارة. وقال منسق الصحة الأوروبي في الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر دافرونوف محمدوف أن أو إذا طال أمد ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للجسم بفعل التعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، فإن ذلك يمثل خطورة، ويضخ القلب المزيد من الدماء صوب سطح الجلد، حيث يمكن فقد الحرارة وإخراجها إلى الهواء، وهذا هو السبب في احمرار جلد بعض الناس في البيئات الحارة. وتقول منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع درجة حرارة الجسم جراء التعرض لمحيط تتجاوز درجة الحرارة فيه المعدلات الطبيعية يؤثر بالسلب على قدرة الجسم على ضبط درجة الحرارة الداخلية، مما يمكن أن يسفر عن مجموعة من الأمراض، منها التشنجات والإجهاد وضربة الشمس وسخونة البدن. فوجئت امرأة تدعى فلاري ساندريز 58 عاما بوصول 4 ضباط وسيارتين تابعتين للشرطة لإلقاء القبض عليها، وذلك بعد أن اتهمها زوجها لاعب كمال أجسام بالتحكم في سلوكه، وعنونت صحيفة الشرق الأوسط. القبض على سيدة طالبت زوجها بمساعدتها في الأعمال المنزلية. وقالت الصحيفة إن الشرطة بمقاطعة شمال يوركشير الإنجليزية قامت بالقبض على سيدة وحبسها لمدة 17 ساعة بعد أن طلبت من زوجها مساعدتها في الأعمال المنزلية. وقال الزوج الذي يدعى مايكل والبالغ من العمر 58 عاما أيضا إنها طلبت منه تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل، وكذلك التوقف عن التسوق من بعض المتاجر الكبيرة التي اعتاد على شراء المواد الغذائية منها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار مايكل إلى أنها كانت ترفض دائما تناول الطعام الذي يقوم بإعداده، وأنه أصيب بالاكتئاب بسبب تصرفاتها، وأخبرها أنه يريد قتل نفسه، فما كان منها إلا أن ضحكت وطلبت منه الذهاب والقيام بذلك، وهو الأمر الذي نفته ساندريز. بندقية الأمس هاتف ذكي اليوم. تحت هذا العنوان كتب كرم نعمة مقاله في صحيفة العرب. عندما كان النقاش يقود إلى الجدل في عصور آفلة، ينتهي الأمر بأن يحمل الرجال السلاح ويتوجهون إلى ميدان القتال. كان السلاح أداة الرجل للتعبير عن نفسه، هذا لا يعني أن المرأة لم تكن تحمل سلاحها آنذاك. اليوم نعيش في عصر تكنولوجي مناسب لسد فجوات ما كان يسمى بعصر السلاح، فلكل منا سلاحه الشخصي المعبر عن طريقة تفكيره بما فيها الإعجاب والكراهية والانتقام والتحيز والترويج. ومن يدري، ربما نصل إلى يوم يكون بمقدور المغردين إرسال شحنات كهربائية قاتلة عبر أجهزتهم الذكية للقضاء على الخصوم في منازلهم. الهاتف الذكي سلاح الإنسان اليوم، وهو أفضل بمرات من السلاح العتيق الذي يحترف القتل أو الصيد فحسب. فالهاتف يمتلك جملة مواصفات معبرة بامتياز عن كل ما يكنه الإنسان لمحيطه، مثلما هو أداة لإنجاز مهام حياتية وتواصل مع الآخر على أطراف متباعدة من العالم. الهاتف الذكي سلاح جديد أخطر بكثير من البندقية، وتلك الحقيقة صارت تعريفاً جديداً للإعلام. كانت الفكرة التاريخية تقول إن وسائل الإعلام أول من يدخل ميدان المعركة وآخر من يغادرها، وفي عصر الهواتف الذكية صار الإعلام هو المعركة ميداناً وأداة، وبشراً هم بمثابة الجنود في مفهوم المعارك القديمة. يمكنك الشعور بفوضى العالم عبر الأجهزة الذكية بمجرد الاستيقاظ صباح كل يوم، لأننا رغم التحذيرات نتجه إلى هواتفنا الذكية
قبل أي فعل آخر لنعرف تفاصيل المعركة المستمرة طوال الليل لنستمر معها على مدار النهار. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صورا متنوعة من مختلف أنحاء العالم توثق عددا من الأحداث الهامة نستعرضها من صحيفة الجارديان البريطانية. فن الكاريكاتير تحول من مجرد تعبير عن لحظة عابرة وعن مزاج شخصي للرسام إلى التعبير عن موقف سياسي معارض أو مؤيد وإلى قول ما تعجز الكلمات عن إيصاله. مجموعة من رسوم الكاريكاتير تابعوها في جولتنا اليوم. هذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.